صباح الخير يا شباب. موضوع حلقتنا النهاردة هنعمل شفاط صغير كده يستخدم معاك لو انت بتلحم مثلا، تعمل اي شيء يشفط الدخانة كده. نستخدم علبة صغيرة زي دي كده موجودة في اي مكان. الشفاط ده بتاع كمبيوتر او اي حاجة زي كده، مروح التهوية، شريط لحام، ونحول 12 فولت وزردية ومقص وقلم نعلم بيه ومسد الشمع طبعا. فهنمسك اول حاجة، هنركب ده كده علشان ايه، هنعلم وهنقص هنا، وبعدين هنركب الخرطوم ده كده عشان التهوية تطلع بره المكان. فابقوا معنا من ما نقص. بعد ما قصناها بالشكل ده كده وقصناها بالشكل ده كده، هنركب اللي هو الشفاط كده كده، نركبه بالشمع الحراري كده. ايه، ركبنا الشفاط، بعدين هنركب الخرطوم. نخلع الغطا ده كده وهنركب الخرطوم كده زي ما انتوا شايفين، برضه ايه بالشمع. ابقوا معنا، رجعنا لكم تاني يا حضرات. هنلزق ده بالكهرباء بالمحول 12 فولت زي ما انتوا شايفين. هنربطين الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، ملزقين عليه كده عشان ما يعملش قفلة. زي كده نروح رابطين السالب بالسالب كده، برضه ملزقين عليه كده. ايه، انتهينا من نجرب الكهرباء. تمام، نروح ايه جايبين اللي المخرج اللي هو ده اللي هيطلع الدخانة بره، ونروح رابطينه كده
كده ايه ونشغل. نجيب كاوية اللحام كده زي ما انتوا شايفين. اللي عجبكم الفيلم يا ريت تدوس لايك واعمل اشتراك للقناة. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.